الأمهات عشان قلوبهم رقيقة وبيفكروا طول الوقت بيبقوا عايشين جوه فيلم رعب طول حياتهم. الخوف جزء من حياة كل أم. الحواجب بتترفع، العين بتوسع، القورة بتكرمش، ضربات القلب بتزيد، والسكر بيضرب، وشعر بيقف، والقولون بيتعصب، الدنيا بتتكركب خالص. تخيلي بقى إن ماما عايشة بالمنظر ده طول الوقت، صعب قوي، خايفة في كل الأحوال، ومخاوفها دي بتبدأ معاها من بدري. لا من بدري خالص، من قبل ما تبقى أم أصلا، ودي أول المخاوف. تخاف لو بقت حامل، ما هو تحول خطير برضو، حمل وكرش وهرمونات وغثيان وتنفيخ قلة مزاج، وتخاف اكتر لو ما بقتش حامل. تحاليل والدكاتره وادويه وعياط واسئله سخيفه من طنط. لا طنط بقى اللي هو ايه بعد اسبوعين من الجواز، واحنا ايه؟ طب بقت حامل الحمد لله، تمام كده اطمنا. لا مفيش. بتخاف تقول انها حامل لحسن تتحسد، ولما بتضطر انها تقول بتخاف تقول انه ولد لحسن يتنظر، ولو بنت تخاف تقول ليكون قرايب جوزها نفسهم في ولد، وتخاف الحمل يطلع فيه مشكله او البيبي فيه مشكله، وتخاف لحسن البيبي يطلع ما فيهوش مشكله بس واخد مناخير بابا اللي هي عارفه احيانا يعني، وتخاف البيبي يطلع ما فيهوش مشكله ومش واخد مناخير بابا بس واخد لطافه حماتها اللي هي اللي هو احنا ايه نفس اللطافة دي. طب ولدت الحمد لله، نخش بقى في نوع محترم من الخوف او من الذعر، مش الخوف إيه؟ الامهات الجداد بقى سكر، تقول لك يا سيل ولد ما بياكلش كويس، ده اكبر ذعر بيسيطر على كل الامهات الجداد. السؤال هنا، ايه اللي ممكن يخلي اي مخلوق عمره ايام يضرب عن الطعام؟ ده لسه مولود، ليه ما ياكلش؟ مش فاهم يعني ليه ما يكونش الولد شبع عادي ولما يجوع هياكل تاني، اكلته صغيره، ده هو كله قد ايه؟ اللي يخليه يقفش على الرضاعه يعني عامل دايت او بيقرف نباتي مثلا، ما بيحبش منتجات الالبان، ما هياكل يا ماما ما تخافيش، وبكره يبقى نفسك يبطل اكل عشان مصروف البيت، تسالين انا اصبري. لا ولما تديله رضعه في مكان عام بقى تلاقيها ايه لفه الببرونه كده بمنتهى الخوف بمنديل كده وبتاع علشان الناس عشان الناس ما تشوفش بقى كميه اللبن اللي بيشربها وتحسده وبتاع. حضرتك ده لو بيرضع سوشي مش هنحسده، بس تقولي ايه بقى؟ ماما وخايفه، اكل الحمد لله وشبع خلاص اطمننا كده. لا مفيش، في ذعر ان الولد ما بينامش خالص. يا دكتور النمو كله بيحصل وقت النوم، الولد مش بينام خالص يا دكتور نهائي. ما برضه معلش يعني لو كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عاقل. الطفل الرضيع ما بينامش نهائي ليه؟ عامل عامله ضميره بيوجعه، سفاح سيريال كيلر، عنده فكر مثلا؟ لا وتبقى بتقول كده وهي بتعيط ومنهاره والواد على كتفها بيشخر ومريل ونايم رايح خالص، الولد اكل وشبع ونام وخلاص والدنيا تمام وبيس. لا مرعوبه برضه، ليه يا ست كل امورينا؟ ايه تاني؟ الولد كده نايم كتير، الله، وتجري تحط ايدها على نفسه وتلزق ودنها على قلبه وتقيس درجه حرارته، تمسك نبضه، تكلم الدكتور، تساله 600 سؤال عن اسباب نوم الاطفال. طبعا لازم تصحي جوزها في اللقطه دي. ايوه تصحي جوزها، يخش على النت، خش على النت عشان انا مش فاضيه. طبعا الواد يزمزق وهو نايم كده، تقوم تترعب وتبقى قاعده مرعوبه لا يصحى. الولد هيصحى خلاص، كهرب البيت وتخلي الكل قاعد كاتم انفاسه وقافلين الموبايلات وشايلين البطاريات من الساعات حتى. انت كنت مرعوبه لحسن الواد ما يصحاش من شويه، واقنعتينا انه في غيبوبه وركبتينا الذعر. الواد كبر وبقى يزحف، يا لهوي على مرحله الزحف دي بقى. الولد ممكن ايديه تتعور وركبه تتجرح ويشد الستاره او يتبطح، ممكن ينتش المفرش، ممكن ياكل حاجه من الارض، يبلع كوين، يتخنق، يحط ايده في الكوبس، يتكهرب، كل ده ممكن يبقى في حركه واحده. طبعا ده غير البعد السريالي المخاوف فتره ما بعد الزحف بقى، اللي هي الولد اتاخر في المشي، ما بيمشيش، ما بيتكلمش، ما بيسننش، محسود، اصل انا ما غطيتش الحاجات بالمنديل فالناس شافوه وهو بيرضع السوشي وهو صغير. الولد مشي تمام وخلصنا من الزحف ووقف على رجليه، نطمن بقى. لا تخاف قوي لما يسيب ايديها ويجري بعيد، وتخاف اكتر لو بيجري متجه على محل لعب غالي، الرعب بقى ايه؟ لا ده رايح كده موديني في سكه مش تمام. بعد كده الولد هيروح المدرسه، تخيلي المشكله في كده، هيسيب ماما، خرج للعالم القاسي الموحش الفظيع، خرج للدنيا للتراب للذئاب. مبدئيا فكره انفصاله عنها في حد ذاتها مرعبه جدا، كل حاجه في المدرسه لما ماما بتتخيلها وهي في البيت بتقلب معاها برعب، بالذات في اول سنه دي، من اول باص المدرسه وحوادث باص المدرسه، بعدين المشاكل في الدراسه، الواد هيطلع مش ناصح، اضطهاد المدرسين، الامتحانات واللي جاي في الكويز ودرجه الكويز، طب هي داخله في النتيجه ولا لا؟ يا لهوي هتكون داخله في النتيجه. مرحله المدرسه مرعبه بكل تفاصيلها. كبر الولد وبشكل ما قدر ينجو بحياته من كل الاهوال والاخطار اللي فاتت، يبقى راجل خلاص الحمد لله. الحمد لله. لا دي مرحله ليها مخاوف تانية خالص، ماما برضو خايفه، يعني لو الولد في اوضته والاوضه خارج منها سرسوب دخان كده، تخاف لا يكون بيشرب سجاير، تخاف اكتر لا تكون مش سجاير، يا خبر ده دخان ومش سجاير، الاوضه حصل لها ايه؟ بيلبس ونازل،
خاف قوي لما يقول لها انه خلص فلوسه. هي هتتزنق كده. طب لو معاه فلوس كتير هتخاف برضه، بيجيب فلوس دي منين؟ قاعد بيتكلم في الساعات في التليفون وسايب مذاكرته، تخاف قوي هيكون بيكلم بنته وهتبوظه. طب لو ما عملش كده تخاف، لك يا اخويا هو الواد بخته مايل كده ليه؟ لا بيحب ولا بيتحب، قاعد كده مع نفسه ومع اصحابه، برضه خايفه. وعلى كده بقى مخاوف الام لا تنتهي، لسه طويله عريضه. زي ايه؟ لحظه ما الام تنيم البيبي وتعمل كوبايه شاي بلبن وتفتح التلفزيون وفجاه تسمع صرخه الواد وهو بيصحى، دي مرعبه بالنسبه لها اكتر من صوت انذار الحريق. لحظه ما يجي لها استدعاء ولي امر او لما المدرس يبعت لها احنا محتاجينك في المدرسه، هي بقى بالنسبه لها الواد عمل جنحه، خلاص الموضوع هيخلص في الاسم مش في المدرسه. لحظه ما تبقى داخله اوضه الولاد بالليل وهم نايمين علشان تحط الغسيل في الدولاب ومرعوبه لاي حاجه تحصل تصحيهم، وبرضه بتدوس بالغلط على لعبه من اللي بتعمل صوت ونور وبتتقفل بصعوبه كل مره لازم. بس برضه الرعب اللي ماما عايشاه طول حياتها ده بتخلصه مني لما تقول جمله واحده بس. هقوم لك. يا ريت. هجيب لك الشبشب. انا كان بيستخدمه معايا حاجه تانية. ماما بقى حبيبتي، اكتر جمله مرعبه ممكن اسمعها في حياتي لما ماما بتقول لي انا هعد لحد ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه.